كل شخص لديه جهاز تقويمي ثابت، وهو عبارة عن الحاصرات الموضوعة على الأسنان بشكل ثابت، اللي هي تكون أما معدنية أو تجميلية ويربطهم سلك. نستفاد من المعالجة التقويمية بشكل صحيح وعدم حدوث أي اختلاطات. يجب على المريض أولا هو الالتزام بالتفريش الصحيح الذي يستمر بين دقيقتين إلى 3 دقائق بفرشات ناعمة بعد كل وجبة طعام. أي إهمال في عدم التفريش سيؤدي إلى تجمع الأكل، حدوث التهاب باللثة، حدوث تسوسات، وهذا الالتهاب سيمنع من حركة الأسنان. أي تجمع للطعام نتيجته هو تأخر بالمعالجة وحدوث أضرار في اللثة وحدوث أضرار في عظم الفك، وبالتالي عدم الحصول على النتيجة الصحيحة للتقويم. إذن تفريش الأسنان بشكل متواصل بعد كل وجبة طعام، وكذلك عدم تناول أي طعام قاسي أو صلب يؤدي إلى انكسار أو انقلاع الحاصرة التقويمية عن الأسنان. في حال حدوث ذلك يجب مراجعة الطبيب فوراً، لأنه أي سن انقلع عن الجهاز التقويمي أو الحاصرة سوف لن يتحرك من مكانه وسوف يؤدي إلى تأخير في المعالجة التقويمية.